ويسعدنا الآن أن ينضم إلينا رئيس حزب أبناء مصر الأستاذ مدحت بركات. أستاذ مدحت، صباح الخير على حضرتك. وبعد التحية، انطلق اليوم الثاني لتصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية. خلينا في البداية نتابع مع حضرتك رصدك لليوم الأول للانتخابات وتوقعاتك أيضا لنسب الإقبال في اليوم الثاني. أولا صباح الخير أولا وأهلا بكم. أولا أنا عايز بس أقول نزول المصريين بهذه الكثافة الكبيرة في اليوم الأول في كل المحافظات وفي كل الأماكن، ده شيء أنا واحد من الناس كنت متوقعه. ليه؟ لأن أنا واحد من الناس أنا بعتبر الانتخابات ديت الرئاسية مش هي الانتخابات الرئاسية، دي هي امتحان ورسالة. امتحان هي امتحان الشعب لحب الرئيس ودعمه، ورسالة دي رسالة إحنا بنوديها للغرب، عايزين نقول للغرب زي ما قال الرئيس لا تهجير ولا تصفية للقضية الفلسطينية، وسيناء خط أحمر. دي الرسالة اللي بعتها الرئيس، ودي الرسالة اللي الشعب المصري نزل وعمل مظاهرات في الشارع لدعم الرئيس ولدعم قراره في غزة. النهاردة الشعب أنا كنت أتوقع أنه هينزل ليه بكثافة، لأن النهاردة الشعب هو نزل النهاردة علشان يأكد موقفه، يأكد موقفه ناحية رسالة الرئيس اللي ده الغرب اللي هي سيناء خط أحمر، وإن هو لا تهجير للفلسطينيين. النهاردة زي ما نزلوا أكدوا الموقف المصري وموقف الرئيس في الشارع، النهاردة بينزلوا يأكدوا، نازلين يأكدوا في صندوق الانتخابات. النهاردة كل المصريين نازلين يأكدوا داعمين للرئيس في كل المواقف اللي بياخدها، وخصوصا موقفه ناحية غزة. المصريين اللي هم نازلين النهاردة مش قصة، بالنسبة لهم مش قصة إنجازات، القصة هي الحفاظ على الأمن القومي. هم شايفين إن الرئيس السيسي والجيش والشرطة هم القادرين على الحفاظ على الأمن القومي والحفاظ على مصر من المؤامرات اللي بتحاك ناحيته. احنا المصريين واعيين وعارفين هم نازلين يعملوا ايه. انا متوقع حجم نزول المصريين في اليوم الاول ده انا كنت متوقعه فعلا. ليه؟ كان ليه بوادر. احنا رصدنا الانتخابات المصريين في الخارج، احنا يعتبر من الاحزاب اللي لينا امانات كتيره في الخارج زي دبي وابو ظبي والامارات ولندن، ورصدنا الانتخابات. رصدنا الانتخابات فين؟ في معاقل المعارضه في لندن. انت عارف حضرتك لندن دي فيها كل يعني معارضين مصر كلها فيها والاخوان فيها. احنا شفنا رصدنا عن قرب ونقلنا عن قرب اللي كان بيحصل في السفاره المصريه في لندن والمصريين. الصوت في السفاره المصريه في لندن ده المفروض يبقى ب10 من اي مكان تاني. حجم المصريين وحجم الاحتفالات قدام السفاره المصريه بالانتخابات الرئيس وبالدعوه الرئيس وبدعوه الرئيس، يعني انهم بيدعوا له وان هم متمسكين بيه في وسط معاقل المعارضه، ده كان شيء مفرح جدا. فاحنا النهارده المصريين في الخارج ادوا البدايه، المصريين في الخارج ادوا الاشاره بنزولهم الكثيف في كل البلاد وكل الدول ان فعلا هيبقى في انتخابات كثيفه جوه مصر. ده شيء متوقع، وانا متوقع ان شاء الله ان احنا في اليوم الثاني هتستمر هذه الكثافه، واليوم الثالث ان شاء الله المصريين نازلين يقدموا رسالة للغرب ورسالة للعالم ان احنا مع رئيسنا، ان احنا مع قراراته، ان احنا مع عدم تهجير الفلسطينيين من غزة وعدم تصفية القضية الفلسطينية وسيناء خط احمر. نازلين يأكدوا هذا الدعم، نازلين يأكدوا ان شاء الله في صندوق الانتخابات. بكل تأكيد، وكما ذكرت يا أستاذ مدحت يعني أنه بداية من الانتخابات طبعا أو أصوات إدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم كانت ضربة بداية قوية جدا الحقيقة. لكن بما أن حضرتك يعني أستاذ مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، فاسمح لي أن أستغل هذه الفرصة لوجودك معنا وتغير كامل للأداء الحزبي في الشارع المصري. بالنسبة لو هنتكلم على حزب أبناء مصر أو الحياة الحزبية بشكل عام، لأي مدى ستغير من أدائها إلى الأفضل بكل تأكيد خلال الأيام القادمة؟ حضرتك الجندي يعني في هذه الانتخابات لو رصدنا هنقول الأحزاب المصرية عملت دور قوي جدا وشاركت في الانتخابات يعني بنسبة كبيرة. احنا ما كانش في أحزاب قبل كده، هي الأحزاب كلها ما بدأتش تنشأ وما بقتش تتواجد
القوه غير من 2015 من بعد ما الرئيس بدا يدي الاحزاب الضوء الاخضر انها كلها تشتغل. حجم الاحزاب اللي موجوده عددها ما شاء الله كويس جدا. الاحزاب بدات تقوى بشكل ملفت، بدات هي تنزل تعمل دعم للشارع. هي يعني عايز اقول لك يعني عنصر مهم جدا في الانتخابات الرئاسيه. هي دلوقتي انتخابات، هي دلوقتي اولا في ثلاث مرشحين من رؤساء احزاب، ودي كانت بتحصل في ثلاث رؤساء احزاب هم المرشحين في الانتخابات الرئاسيه. ده تطور قوي جدا في الحياه الحزبيه. طبعا الحياه الحزبيه ديت اللي اداها الفرصه، هو رئيس السيسي اداها الفرصه انها تتواجد. ثلاث احزاب مرشحين ضد الرئيس، يعني فهم اصلا الاحزاب مش عايز اقول ان هم اللي اداروا هذه العمليه الانتخابيه بتواجدهم، تواجدهم في منافسه الرئيس وتواجدهم في الشارع بدعم بقيه الاحزاب، بقى وجودهم في الشارع بدعم وحشد الناس من كل مكان ان هم ينزلوا الانتخابات. فطبعا هي لهم الشكر له بالتقدير. كل حزب شارك وبدا يحشد الناس. احنا متابعين على مدار الساعه من اول الانتخابات الرئاسيه، من اول ما من انتخابات الخارج، واحنا متابعين تحرك الاحزاب في الخارج وتحرك الاحزاب في الداخل من امبارح. ما فيش حزب غيره بيعمل كل عليه في كل المحافظات. يعني احنا كحزب ابناء مصر احنا من ضمن الاحزاب اللي كنا عاملين قائمه انتخابيه، كنا نازلين في شرق الدلتا في السبع محافظات اللي هي الشرقيه والاسماعيليه وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس. احنا كنا عاملين قائمه انتخابيه كنا نازلين بها الانتخابات 2020. يعني احنا تعتبر من اقوى المناطق لينا اللي احنا شغالين فيها. انا عايز اقول لحضرتك متابعتنا امبارح من الشرقيه ومن كل مكان، حجم الناس ان احنا كحزب بقى معروف في السبع محافظات دي، لان احنا نزلنا انتخابات ومعانا اعضاء كتير وامناء كتير هناك. عايز اقول لحضرتك الرصد بتاعنا غير طبيعي. يعني انا واحد من الناس ما كنت متوقع ان الانتخابات الرئاسيه تنزل بكثافه، بس لقيت اكتر من المتوقع ان احنا لقينا حتى ما بقيناش نلاقي الامناء بتوعنا مش ملاحقين. يعني بيقولوا لنا بعتوا لنا حد من اماكن ثانيه ساعدونا. فلا يعني هو منظر جميل وكثافه، والاحزاب عملوا دور كبير جدا. هم اعتقد ان هم رقم واحد في هذه الانتخابات الرئاسيه، سواء في وجودهم في منافسه الرئيس، ووجودهم في الشارع اللي هو يعني ايه اتشاف امبارح ولمحناه امبارح، وان شاء الله بكره وبعده هيكون اكتر باذن الله. طيب هل هناك اي ملاحظات بالنسبه لليوم الاول لهذه العمليه الانتخابيه بالامس؟ عايز اقول لحضرتك احنا في سبع محافظات وفي شرق الدلتا واربع محافظات براها، يعني حوالي 11 محافظه. بصراحه ما جاتلناش يعني لغايه دلوقتي ما جاتلناش ولا شكوى، بالعكس ده في لجان كتير جدا كان المسؤولين عن اللجان بيخرجوا ويجيبوا الناس الكبيره والعواجيز ويساعدوهم ويدخلوهم اللجان. احنا لغايه دلوقتي ما فيش اي رصد احنا رصدناه حتى من ثلاث احزاب زمايلنا في الاحزاب السياسيه، ما سمعناش منهم ان في اي نوع من انواع التعطيل او شيء، اي شيء خاطئ في العمليه الانتخابيه. احنا لا سمعنا من المنافسين ولا سمعنا من الشارع، فالحمد لله الامور ماشيه على ما يرام، وان شاء الله تعدي بكره وبعده في سلام ان شاء الله، والشعب يقول كلمته ان شاء الله بيختار رئيس السيسي. استاذ مدحت، حتى اخيرا توقعاتك لنسب الاقبال اليوم، وهل يعني سيعاد نفس مشهد امس، وبما انه الهيئه الوطنيه للانتخابات ايضا اعلنت انه سيتم غلق ابواب مراكز الاقتراع مع وجود اخر ناخب في مراكز الاقتراع، نظرا طبعا للضغط الشديد والاقبال الشديد؟ هو طبعا يعني هو ده في ناس ما لحقتش امبارح انها في موعدها تنتخب. انا اتوقع في اليوم الثاني والثالث ان شاء الله هتستمر الحشود وهتستمر المصريين ان هم ينزلوا ينتخبوا رئيسهم باذن الله. وطبعا موقف جميل من الهيئه الوطنيه ان هي تطلع هذا التصريح، وفعلا يعني هي عايزه تدي الحق لكل مصري موجود عايز يدي صوته يخش يدي صوته في أي وقت. نشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، نشكرك يا فندم جزيل الشكر.